السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن، مهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي ابنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا امرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيدوا منه. الفيديو اللي قدامنا اللي احنا هنشتغله دوت هي الجيب الادوار. كنا على فكرة اشتغلنا فيها قبل كده حوالي فيديو او اتنين وما كملناهاش. ليه؟ لانه بالفعل اصلا كان حصل ان الكاميرا اللي احنا بنصور بيها اتعمل لها سوفت وير وكل اللي فيها اتشال، تمام؟ فبالتالي اصلا ما عرفناش نكمله، وحضراتكم طلب مننا واحنا فعلا ايه ما عرفناش ايه نكمله. فدي فرصه ان احنا نشتغل في الجيبه دي لغايه ما نخلصها، ماشي؟ الجيبه اللي قدامي ديت هي جيبه جينز دي، بس اللي احنا مش هنشتغلها جينز، هنشتغلها جيبه الخامه اللي هي السي واي. وهنعمل ايه؟ هي هتبقى بيضة وليها بطانة، تمام؟ وهتتعمل بأسلك. انت لو لاحظت معايا ان الجيبة اللي قدامي اهي الكمر بتاعها ماله؟ الكمر بتاعها أسلك، الكمر بتاعها أسلك، تمام؟ اهو الكمر بتاعها أسلك. لاحظ معايا ان الكمر منفصل عن الجزء. اولا الجيبة كلها كام دور؟ هنا هو قدامي 3 ادوار، ممكن تبقى 4 ادوار، ممكن تبقى 5 ادوار، تمام؟ كل ما بتكتر الادوار كل ما عدد الامتار بتاع الجيبه بتزيد، تمام؟ يعني جيبه زي كده تاخد قد ايه؟ حسب حجم صاحبتها، حسب حجم صاحبتها، بس هي اقل حاجه هتاخد ايه؟ هتاخد مترين، اقل حاجه هتاخد مترين. الاسلك اهو منفصل من فوق، تمام؟ الاسلك اهو منفصل من فوق، يعني كمر لوحده بيخش في الاسلك ويبدا ايه يتجنط او يتخيط مع الجزء الاولاني. الجزء الاولاني دوت هيبقى طوله قد ايه؟ يعني مثلا انا عندي منطقه ايه، منطقه اكبر جزء او منطقه الارداف هنا، يبقى احنا كنا بننزل مثلا في حدود ايه، في حدود 22، وهجيب لك ان هو مثلا في حدود، يعني الجزء دوت في حدود 30، الجزء ده كده صافي هيصفي معاك 30، الجزء ده أكبر هيصفي 35، يبقى أنت معاك كده 65 الطول. الجزء اللي تحت دوت 30 تاني، يبقى معاك في حدود إيه؟ الجيبة في حدود 95، يعني أصلا الشو أهي إيه. بص أدي الجزء اللي في النص اللي أنا بقول لك عليه كام؟ 40، ماشي؟ أو 35 و30 يبقى إيه؟ 65 و30 يبقى 95، لأن الجيبة إيه؟ مش الطول بتاعها مش لغاية الأرض خالص. الجيبة الطول بتاعها مش لغاية الأرض خالص. تقسيمتها ازاي؟ زي ما قلت لك دي تقسيمة الطولية، دي تقسيمة الطولية. طب الكمر الأستيك دوت أنت بتعمله بناء على إيه؟ أنا اللي بعمله نظري قدام، اللي بعمله عملي قدامكم، إن أنا عندي الأستيك دوت كميات، تمام؟ إحنا الأستيك دوت أنا مش مثلا مش بنجيبه بالمتر أو الحاجة، لأ. المتر بتاعه دلوقتي في المحلات، يعني انا بكلمك على الواقع اللي احنا لامسينه دلوقتي، تمام؟ المتر بتاعه كان لا يتراوح ها عن جنيه ونص، ماشي؟ هو اقل كمان، كان بيتباع بكام؟ ب 3 جنيه، كان بيتباع ب 3 جنيه، يعني كان محلات القطاعي بتكسب فيه الضعف بالظبط. لان انت لما بتروح تجيب الاستك دوت من الموسكي اللي هو المكان اللي هو بيبيع الجمل عندنا في مصر، ما بيجيبوش بالمتر، بيجيبيه بالوزن، بيجيبيه بالوزن. كان الكيلو بيعمل في حدود 33 جنيه، الكيلو دلوقتي بيعمل 70 جنيه. مسافة نطت سعر الدولار، الكيلو من 35 نط لكام؟ ل 70 جنيه. وده مش مستغرب، لان توب الفيزلين نفسه اللي هو كان ب 65 وصل 170 جنيه،
كان ب 65 وصل 170 جنيه. كيس الأوبليت اللي كان فيه 48 واحدة كان ب 23 جنيه وصل 150 جنيه. الأسعار ديت أسعار اليوم اللي أنا بقول لك عليه. الحاجة يعني مفيش أي نوع من السيطرة على الأسعار بالمرة، مفيش أي نوع من السيطرة على الأسعار، واللي بيدفع الثمن مين؟ الزبون، لأن الزبون كده كده لازم يلبس مش بمزاجه، تمام؟ فلازم هيجيب حاجة، يعني العميل نفسه هو اللي بيدفع يا جماعة. غلي مهما تغلي، ما أنا هروح أشتريها وأروح حاطط القيمة بتاعتها على الزبون للأسف. يعني ده بس ايه ان يعني كلام يعني ايه حطه على جنب كده اللي احنا بنقوله ده. فزي ما بقول لك ان هو الاسك بروح جاي اصلا الاسك 3 سنتي يعني العرض دوت 3 سنتي بروح لفه على ايه على وسط العميل او الزبونه ماشي واشوف القيمه، هل يا ترى ان ده كده مريح حضرتك كده مستريح ما اعرفش كده خلاص، يبقى انا عرفت دلوقتي ايه قيمه الوسط المناسب بالنسبه ايه لصاحبه الجيبه دي، واروح قطعه واروح حطه جوه الجيبه. الله اكبر الله اكبر. نكمل. فبروح قطعه وحطه في وسط الجيبه، خلاص تعرف كده ايه مقاس الوسط قد ايه عملي، تمام ماشي. طب واحد هيقول لي انا اصلا عايز، او واحده تقول لي انا عايز اعرفه عادي من غير حاجه ماشي. قيمه الاستيك، قيمه الاستيك بيبقى الاستيك قيمته 60% من المقاس الكلي. يعني ايه؟ على سبيل المثال واحده القمر بتاعها 100، يبقى الاستك كام؟ 60 سنتي، يبقى الاستك 60 سنتي، تمام. بعد كده بعد ما عملت الاستك دوت وعرفت القيمه بتاعته، تعالى هاجي اروح شايف مثلا مقاس اكبر جزء هنا هو عامل معايا كام؟ عامل معايا 96 ماشي، تروح مزود عليه 10 سنتي تبقى كام؟ 106. انا عايز العدد اقسمه على 4 مظبوط، خليه 108، لما تقسمه تبقى 27، يبقى الحته دي معاك هتبقى 54. 54 القمر نفسه، ما دي هتبقى 54 في 2 بقت 108، القمر نفسه هيبقى 108 برضه. والاستك هو القيمه بتاعت ايه؟ 60% من قيمه ايه؟ القمر نفسه، تمام. تحت هنا اهوت قيمة التشريب أو الكشكشة دي هنا اهوت، بتروح واخد الدور اللي بعديها قد إيه؟ بعديها مثلا ب 10 سنتي. طب ما نرجع ونشوف الكلام دوت كده عملي أهو. دي كده الجيبة قدامي أهي متقسمة كام دور؟ 3 أدوار، ادي 1 2 3 والجزء العلوي بتاع القمر. الجزء العلوي ارتفاعه هو 15 ايه؟ 15 سنتي، 15 سنتي، 15 سنتي بيتني على الاثنين، يعني معناته ان هو لما اقسمه هيديني الحته دي 7 سنتي ونص، الحته دي ايه؟ 7 سنتي ونص. القمر كله 40 يعني 80، ورا المحيط كله 80. تعال نبص للجزء التحتاني بعديه اهو، بص كده اهو الجزء الهرمي ده كده ماشي، ارتفاعه 20، ارتفاعه كام؟ 20. طب زاد عن الفوقاني كام؟ 10 سنتي، يبقى قيمه التشريب والكشكشه دي كده ايه؟ 10 سنتي. على فكره 10 سنتي قليل عشان تبقى عارف، يعني هو ده البطلون اللي موجود انا بشرحه لك بس، لكن اصلا 10 سنتي قليل، مش اقل من 15 20 سنتي، يعني معناته ان الفوق 40 هيبقى دوت في حدود 60، هيبقى ده في حدود 60، تمام. عشان تيجي هنا تروح واخد لي دي 57، يعني فرقت 7 سنتي، هقول لك لا ما ينفعش خالص. البطرون دوت يعني معمول حاجه نظريه بس، لكن على الواقع العملي مش هتلاقيه مظبوط، مش هتلاقي ده مظبوط. لما يكون ده 50 على سبيل المثال يبقى دوت يديني 70، تمام. طب لما يكون دوت 70 يبقى دوت تدوني كام؟ 100، تديني اللي تحت دوت ايه؟ 100 ماشي. لما يكون دوت 57 اداك اللي تحت كام؟ 70. ليه؟ لان كل ما المساحه اللي تحت دي بتزيد كل ما حجم الكشكشه يزيد، فلما تكون دي مثلا على سبيل المثال 50 تبقى تديني اللي تحت 100 ماشي.
طيب هو دوت يعني الشرح النظري للباترون بتاع الجيبه الادوار اللي هي المقفوله اللي زي كده. طب هو في غير كده؟ اه في حاجه زي كده اهي، الجزء الفوقاني اهو، الجزء الفوقاني اهو ثابت كله، وتبدأ الكشكشه من بعد كده. يعني الجزء الفوقاني ده اهو ثابت قمر عادي ماشي، وهنا الجزء دوت هيبقى طوله معدي 25 سنتي تمام، ويبدأ الكشكشه من بعدين، ويبدأ الكشكشه من بعدين. لما تيجي تبص بقى للقصه بتاعت الجزء العلوي، بص واخد ايه؟ واخد الكيرف ده. طب ده واخد الكيرف ده ليه؟ عشان لما تبقى لابسه الجيبه ما يبقاش الجناب طويله، فلازم الكيرف ده على الاقل الكيرف دوت يبقى 6 سنتي. الكيرف ده كده بتاع الجزء الثابت معاك يبقى ايه؟ 6 سنتي. وادي الجزء الاولاني اهو، لما اربط لك ما بين الاثنين، ادي الجزء الاولاني اهو هيتكشكش وايه على قد الجزء ده كده، وادي الجزء الثاني اللي هيتكشكش ويبقى ايه قد ده كده. يبقى هي دورين والدور الثابت الفوقاني، يبقى دوت نوع تاني ماشي. نوع تالت حاجه زي كده ماشي، هي برضه جيبه ادوار بس فيها ايه؟ فيها رباط من فوق. دي كام دور؟ واحد اتنين تلاته، والدور الايه؟ الاساسي اهو ده اللي انا اقصده، الرباط اللي موجود من فوق هنا شكل بس كده تمام. واحد اتنين ادي تلاته ادي اربعه ماشي. في شكل تاني بقى اللي هي تبقى ايه؟ مفتوحه من قدام زي كده ماشي. بس لاحظ معايا حاجه، ان دي مفتوحه من قدام لغايه هنا بس، وتكمل بايه؟ بكورنيشه مقفوله. ولاحظ معايا ان قاسك جنب، بص يعني الجزء اهو ثابت كله زراير اهو، وقاسك ايه من بعد المنطقه الثابته دي كده هو اللي لافف حوالين ايه؟ حوالين القمر. في واحده ممكن تكون ايه؟ مفتوحه كلها زي كده، سوري اهي دي كده مفتوحه بقى كلها ماشي. فوق اهو استك ماشي، وممكن يبقى قمر عادي، وادي دور اتنين ماشي، ادي التالت بتاعي تمام، وهي الجيبه كلها مفتوحه، فبتبقى بمرد بزراير زيها زي القميص بالظبط. دي اشكال بقى مختلفه كلها للجيبه الادوار جمعناها لحضراتكم، وهنبدا نشتغل في الجيبه نفسها على البنك. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسا بنطلب من حضراتكم، الدلع على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم، الاشتراك في القناه والاشتراك في القناه البديله. بقى لنا فتره على فكره بنعيد في فيديوهات قديمه. بناء ليه بنعمل كده؟ بنظبطها وبنقسمها وبنبدا نحطها من اول وجديد، لان الاسئله كل مدارها على هذه الفيديوهات اللي هي ايه موجوده من قبل تمام. وغير كده اصلا لما بيبقى في اصلا عزوف عن القناه، فبالتالي ما تعملش جديد، هتعمل جديد ليه؟ هتعمل جديد ليه لما بيبقى في عزوف عن مشاهده القناه؟ لأن فعلا الناس دلوقتي هي معلش يعني الكلمة تقبلها مني، أصلا الكثير جدا جدا ملوش إلا في الإيه؟ في الكلام اللي مفيش طائل من تحته يعني. يعني إيه؟ يعني الكلام في الكورة ماشي، هنشتغل وهنبقى زي الفل ونعرف نشتغل فيها كويس جدا تمام؟ هتشتغل في كلام تهريج وضحك ومسخرة زي ما بيتقال، هتكسب وهيبقى الدنيا معاك حلوة تمام. لكن احنا اللي بيطلب ما عند الله عز وجل ماشي، مش فارقه معايا اصلا القناه تشتغل او ما تشتغلش، تشتغل او ما تشتغلش، دي اصلا حاجه مش عايده عليا بحاجه. انا المبدا ان الحاجه دي ان الناس تستفيد منها، ان الناس تستفيد منها ماشي. فعشان كده انا بالفعل ما بعملش فيديوهات جديده بقالي فتره يعني فتره كبيره تمام. بتتاخد فيديوهات قديمه وبتتقطع وبتتظبط وبتبدا نشرها تاني، عشان بس ما حدش يقول لي ايه ان الفيديو ده قديم ماشي. واللي وزي ما بقول لحضراتكم، العزوف عن الشيء هو دوت اللي بيخليك ان انت ايه تقف، مش محتاجه ان انت ايه تضيع وقت
انا تحت ايدي شغل اضيع فيه وقت اكتر، اضيع فيه وقتي، تمام. لكن لما تعمل حاجة اصلا مدير ولا ده ولا ده، وتلاقي 100 واحد هو بس اللي بيشوفه او ده وده، خلاص مش محتاج. في حين ان قنوات تانية اصلا كل اللي فيها شغل تهريج وشغل ضحك، وقنوات اصلا برضو زي قنواتنا كده بتلاقي، بس والكلام اللي فيها اصلا ما فيهوش اي نواحي علمية، تمام. دي بتبقى ارزاق وربنا سبحانه وتعالى مقسمها. ما تنساش صالح الدعاء، الدلع خير كفاعل الاصل الاصيل، اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.